تبقى البصرة، هي الأجمل التي يوحدها النهر والشط والنخل الباسق وشناشيلها الجميلة. أهل البصرة في تاريخهم العريق كانوا كرماء ولا زالوا طبعاً. أهل البصرة في تاريخهم العريق كانوا متسامحين وأصحاب ملقة، نسميه أصحاب ملقة، يعني من يجيهم ضيف يتلقوا له يفتحوا له أبوابهم ويتعايشون وياه ويضيفوه. البصرة في طريقي إلى أبو الخصيب أجد غابات النخيل الجميلة اللي تمنحني الإحساس بالحياة، تمنحني الإحساس بالجمال، تمنحني الإحساس بكل شيء جميل في بلدي العزيز. أنا لم أولد في البصرة، أنا من أهل العمارة، أنا ولدت في العمارة وترعرعت فيها في طفولتي، لكن رحت إلى البصرة حينما تعينت في تلفزيون البصرة عام 1968، فوجدت فيها كل شيء جميل. أولادي الثلاثة ولدوا بالبصرة، أصدقائي الأعزاء لا زالوا في البصرة، أحييهم، يعني منهم الأستاذ حسان وفيق السامراء الأديب المعروف، مؤيد أبو الرغيف، عبد الجبار ثامر، محمد وهيب وآخرين، مجيد العلي الملحن الجميل الذي لحن على شط العرب تحلى ليالينا وعلى البصرة. كنا نقدم إحنا وياه برنامج مواهب من الجنوب وبرنامج همسات ونغم. طارق الشبلي، الفرقة القومية للفنون الشعبية، الفرقة القومية للتمثيل، النحاتين، الرسامين، أهل سوق الهنود بطباعهم وترحابهم بالناس. أتذكر أشياء جميلة تراثية لم نأتلفها اليوم، لكن هذه الأيام ستمر، هذه الأيام العسيرة التي تمر بها محافظتنا العزيزة البصرة ثغر العراق راح تعود كما كانت، لأن أهلها الطيبين باقين على أصالتهم وعلى طيبتهم وعلى تاريخهم العريق. احنا بلدنا جميل، بلدنا اهله اصيلين. هذه الكوارث اللي مرت ما بعد الاحتلال اكيد راح نتجاوزها، واكيد راح تمر بينا وتبقى ذكريات مؤلمه، اكيد ذكريات مؤلمه، بس احنا حينما نذكركم نذكر هذا الجيل بالبصره واهلها وطيبتها وجمالها وعراقتها وكرم اهلها، لابد علينا ان نقول على الجيل الجديد أن يستذكر هذه الحالات لأهله، وأن يهدأ ويعيد إلى البصرة جمالها، ويعيد إلى البصرة رونقها وترحابها بالناس. البصرة ثغر العراق، البصرة كانت تستقبل في ليلة الخميس والجمعة أخواننا من الخليج العربي يقضون ليلتهم عطلتهم في البصرة، وخاصة القريبين منها من الكويت كان يقضون بها بين أهاليهم بالبصرة وأصدقائهم ويتمتعون بالأمان. الآن هذا الأمان شوية صار عليه تزحزح أو تزعزع، سنتجاوز إن شاء الله وستعود البصرة كما هي. أنا بهذه المناسبة أشكر الشرقية اللي خلتني أتذكر كيف أنا وزملائي الفنانين المسرحيين قدمنا لا وعد للأمس في أول تمثيلية ملونة في تلفزيون البصرة، وقدمنا تمثيلية العربة والشاهد الأخير للكاتب عبد الأمير السماوي، أنا كنت المخرج، وقدمنا للمرحوم الكاتب الرائع عباس الرباط لن نذبح مرتين اللي فازت بالجائزة الذهبية لمهرجان فلسطين، وقدمنا ثلاثية الدرب والقمر يحمي الثوار، الأخيرة كانت للفنان الكاتب المبدع إحسان وفيق السابق الرائي، ولقحيوانة أيضا فيلم روائي كان متوسط الطول كتبه الأستاذ إحسان السامرائي.
كان عمل جميل، وكان فناني البصرة أكثر من 90% لهم نسبتهم في المشاركة في التمثيل وفي والكادر الفني. ويتمنى البصريون الآن أن ترجع البصرة إلى أيامها الحلوة وابتسامات ناسها الطيبين.